السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا جميعا بافضل حال باذن الله. هنبدا نتكلم ان شاء الله عن محاضره النيونيتال سيبسس والتورش انفكشن. المحاضره دي يعني فيها شويه حفظ كتير يعني وكده، فهنبدا نحاول ان شاء الله ننسق الدنيا بحيث نسهل الامور على نفسنا ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه بس هنبدا في الجزء بتاع النيونيتال سيبسس. في الاول باي ديفينيشن معنى كلمه نيونيتال سيبسس يعني ايه؟ دي عبارة عن حاجات كلينيكال، وبعد كده بشوفها انا بعمل انفستيجيشن او بطلب لاب عشان ابدا اعمل كونفورميشن للموضوع ده واتاكد من الدايجنوزس بتاعي، وبالتالي ابدا اعمل تريتمنت كويس جدا. عاوزين بس نراجع حاجة بسيطة جدا نفتكرها. لو ده عندنا البلاد فيزل بالشكل ده، فلما بيحصل سيبسس من ايام بعد كده افكار اللي انا عندي سيبتك شوك، بيحصل حاجتين على مستوى البلاد فيزل. بيحصل نوع من زيادة البرميابيليتي. فزيادة البرميابيليتي ده بيترتب عليه ايه؟ بيترتب ان الفلويد اللي موجود انترافاسكولار بيطلع في الاكسترافاسكولار سبيسز. فمثلا لو انا بتكلم على اللنج وباجي عندي في فلويد طلع بره، فيجي لي مشاكل على مستوى الريسبيريشن، تمام؟ وبعد كده ليتر اون نتيجة البرميابيليتي ده بيحصل هايبوتنشن. هايبوتنشن بعد كده ليه؟ لان انا عندي كمية الفلويد اللي موجودة جوه البلاد فيزل نفسها جلت. فالهايبوتنشن ده بيترتب عليه عملية من الهايبوبرفيوجن بالنسبة للتيشوز المختلفة اللي موجودة عندنا. عشان كده بنبدأ نشوف الكلينيكال بيكشر، او نبدأ نشوف اعراض هتكون خاصة نتيجة للهايبوبرفيوجن. ده احد الجوانب اللي بيحصل كترتيب احداث بالنسبة للنيوريتال سيبسيس وتأثيرها على السيركوليشن. اضافة بعد كده فكرة ان انا عندي البكتيريا او التوكسين بعد كده في الدايركت افكت بتاعها اللي بيحصل على الاورجنز المختلفة. فعلشان كده في الديفينيشن انا هلاقي شويه حاجات كلينيكال، وبعد كده هبدا اطلب لاب او هطلب انفستيجيشن عشان ابدا اعمل كونفرميشن للموضوع ده، وبالتالي ابدا اشخص الموضوع. الحاجات الكلينيكال بنحب نقسمها كالاتي: انت بتبص بصه جنرال كونديشن على النيونيت اللي قدامك، طبعا هو سنه لسه مولود لحد 28 يوم، فبتلاقيه في الجنرال كونديشنز بتاعته بنقول كلمه كلاسيك نوت دوينج ويل، بمعنى ان هو مش نفس الصوره النورمال او التيبيكال اللي انت بتشوفها في الاطفال النيونيت الاخرى. طب النيونيت ده لو بدينا نشوف الفايتلز بتاعته، التمبريتشر مع السيبسيس بتكون فاريبل. تاني حاجه بالنسبه قلنا تاثيره مثلا على الريسبيراتوري ريت، طبعا لسه موضحين فكره ان اللنج ممكن تتاثر ازاي، فده بشويه بيخلي عنده تاكيبنا واحيانا بيقطع النفس فبيجيله ابنيا. تاثيره طبعا على البلاد بريشر، وضحنا الهايبوتنشن وقلنا الهايبوتنشن دي ازاي. بعد كده لما تبدا تبص على كام سيستم مثلا كده تاني ككومن، في الاول تبدا تسال الام هو السكلينج بتاع الطفل ده او بتاع النيونيت ده امورها عامله ايه؟ تقول لك انا عندي بور بالنسبه لي فيدنج اند بور سكلينج. لما تبدا تبص على السي ان اس مانيفيستاشن لو موجوده يعني عند الطفل شويه، ممكن تلاقي الريتابيليتي، بعد كده بيديفلوب السيجرز والكونفولجنز اند سو اون. على مستوى السكين بنلاقي حاجه اسمها هاردنينج سكين، فبنسميها السكليريما، تمام؟ فدي بعض الحاجات اللي هي الكلينيكال اللي انا لما ببدا اشوفها قدامي فببدا اشك ان الطفل ده مثلا عنده نيونيتال سيبسس. النكست ستيب بقى بتاعتي اكوردنج تو على حسب الوقت بتاع النيونيت ده اديله قد ايه بالظبط، بيبدا يخلينا نفكر في احتمالين اتنين بحيث نبدا نعمل ناروينج للديفرنشال دايجنوزس بتاعنا وعلشان اوصل بالنسبه للتريتمنت صح. فعلشان كده بنبدا نقسم النيونيتال سيبسس لنوعين اساسيين. النوع الاولاني هو عباره عن ايرلي نيونيتال سيبسس، وده معناها اللي هو بيحصل في اول بالظبط 3 ايام او اول 72 ساعه من بعد الولاده. وبعد كده عندنا نوع تاني بنسميه ليت نيونيتال سيبسس، بيحصل من 3 ايام لحد 28 يوم او ايفن لحد 30 كمان يوم، تمام كده؟ حلو. طب احنا قسمنا ليه التقسيمه دي؟ لان انا عندي اختلافات في الريسك فاكتور، في اختلاف في الباثوجين او في الاورجانيزم اللي مسؤول عن الموضوع ده، هيبقى كمان في اختلاف بعد كده في التريتمنت اللي انا هبدا اعمله. لو كان الموضوع early neonatal sepsis فمعظم الريسك فاكتور هتكون ناحية حاجتين: لإما الأم أثناء الحمل كان عندها مشكلة وبعد كده انتقلت بالنسبة للطفل، أو أثناء عملية الولادة، فعشان كده عندي كريسك فاكتور هتبقى related للأم وrelated أثناء البيرث، وهنوضح الريسك فاكتور شوية بعد كده. لكن لو هو اتولد الطفل ده وعد عليه 3 أيام، فأنا بشك إن العدوى اللي عملته سيبسس دي خدها من حاجتين: إما هتكون community بعد كده acquired، أو لو الطفل ده كان premature مثلا واتحجز عندي في المستشفى فغالبا هتكون عباره عن هوسبيتال اكوايرد، مش هتكون كوميونيتي اكوايرد، تمام؟ على حسب الكلام ده وعلى حسب التقسيمه دي ببدا احط مجموعه من المايكرو اورجانيزمز الموست كومن في كل سب تايب منهم. يعني في الايرلي عندنا الجروب بي ستريبتوكوكس اجالاكتي كاسترين، يعني
هي دي الموست كومن. بعد كده بشك في الحاجات التانية زي الايكولاي او الكليبسيلا او الهيموفيلس انفلونزا، تمام. لكن لما اتكلم على ليت نيونيتال سيبسيس، فاكتر اورجانيزم بيعمل الموضوع ده يا اما الكواجوليز نيجاتيف ستاف او الميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس برضو، وبرضو الاذرز بيدخل معانا اكتر من اورجانيزم تانية زي الايكولاي او الكليبسيلا، لكن هما دول يعتبروا الموست كومن كتو اورجانيزم انا بحطهم في دماغي كديفرنشال دايجنوزس. لما نبدا بقى نفهم الريسك فاكتورز بتاع كل نوع ازاي، احنا قلنا ان الطفل اولا البريماتيوريتي كريسك فاكتور موجوده عندك في الاثنين. الطفل لما يتولد بريماتيور ده بيزود الانسيدنس او بيزود الريسك ان هو ممكن يحصل له انفكشنز بدري. بس معظم النيونيتال سيبسيس في اول 3 ايام يبقى لا اما الام كان عندها مشكله اثناء الحمل مثلا، هي كان عندها جي بي اس، او اثناء الحمل الام حصل لها نوع من الكوريو امينايتس. هنتكلم على الكورنو امينايتس بالتفصيل كدايجنوزس وكريسك فاكتورز كمان ليه دلوقتي. او حصل المشكله دي بالنسبه لي بعد كده اثناء الولاده، يعني حصل مثلا رابشر اوف ذا ميمبرين وبعد كده اكتر من 18 ساعه وما حصلش عندي الولاده، فده بيزود الريسك للاسندنج انفكشن، وطبيعي ده بيعرض بعد كده النيونيت بتاع ان هو يديفلوب السبسس، مع وجود حاجات تانية زي اللو ابجر سكور، وده كلام منطقي شويه، يعني اللي هو لو الطفل بريماتيور لما احطه على الابجر سكور غالبا مش هيديني الـ في الاخر السكور اللي انا عاوزه. وبرضه في بعض الحاجات بقى باي ايفيدنس اللي هو مور كومن في الميل عن الفيميل، مور كومن في الناس البلاك بعد كده شويه. لكن معظم الليت اونست نيونيتال سيبسيس بتكون الريسك فاكتورز بتاعتك ريليتد اكتر بقى لكل الانفيزيف بروسيجرز. يعني انا دلوقتي مثلا بقول انا عندي طفل واتحجز عندي كان يونيت في المستشفى، فغالبا احنا هنحاول نوصل له بالنسبه لنا فلويد لان هو عنده سيبسيس، فبالتالي السيركيليشنز بتاعه كلها بتكون واجعه. فكإنبوت بنعلق سي في بي لاين، فلو قعد اكتر من 10 ايام بيخليه عرضه لنيونيتال سيبسيس. وبعد كده بتابع انا الاوتبوت بتاعه عن طريق اليورينري كاتيتر، فده دلوقتي بقى عندي انبوت لنيونيت ده وفي نفس الوقت عندنا اوتبوت. محتاجه سبورت على الريسبيراتوري سيستم، فانا محتاج الميكانيكال فنتيليشنز او محتاج السيباب، ومحتاج طبعا الانترال بعد كده فيدنج من خلال الجاسترونتولوجي. فعشان تسهيلا بس للريسك فاكتورز دي بنقول ان معظم حالات الليت نيونيتال سيبسيس ريليتد اكتر لكل الانفيزيف بروسيجرز. والانفيزيف بروسيجرز بكل بساطه بنتخيل سيتويشنز عندي نيونيت محجوز في النيكيو، فانا محتاج انبوت بالنسبه لي فبحط سي في بي او الكانيولاس، محتاج بعد كده اوتبوت عشان اتاكد ان الدنيا تمام في الريبليسمنت اللي انا بعمله، فبركب يورينري كاتيتر، وفي نفس الوقت بسبورت الفنتيليشن وبسبورت الجزء بتاع الجاسترونتولوجي. ممكن استخدم هنا الانترال فيدنج وهنا ممكن احطه على ميكانيكال فنتيليشن او سيباب، تمام. الانفيسيف بروسيجرز ده بقى هو اللي بيزود الريسك للاورجانيزم اللي احنا اتكلمنا عليها فوق ان هي تبدا تعمل لي كسام سورت من النيونيتال سيبسيس. فهو ملخص الموضوع بس عشان نبقى فاهمين من الاول احنا بنتكلم على ايه. انا بتكلم دلوقتي على انا قدامي نيونيت، النيونيت ده لقيت عليه شويه حاجات كلينيكال كجنرال كونديشن نوت دوينج ويل. بديت ابدا اسال الام السكلنج بتاعه عامل ايه، عند بور سكلنج، عند بور فيدنج، وده اللي اثر على الجنرال كونديشنز اوريدي. لقيت اعراض تظهر في CNS manifestation كنوع من irritability او seizures او convulsions، بقيت اشوف ان النيونيت ده بقى عنده تاكيبنيا او عنده مثلا ابنيا. ليتر اون بقيس البلاد بريشر، لقيت عنده هاي بوتنشن، شكيت ان هو عنده سيبسس، ببدا افكر بقول هو اديله قد ايه بالظبط. لو اقل من 3 ايام فبسميها early neonatal sepsis، وبعد كده ببدا اسيرش فور ان الريسك فاكتورز ريليتد يا اما ماتيرنال يا اما اثناء الولاده. كماتيرنال ريسك فاكتورز بعد كده الام ديفلوب جي بي اس او عندها كوريو امينايتس مثلا، او حصل رابشر اوف ذا ميمبرين برلونجت اكتر من 18 ساعه وعمل لي اسندنج انفكشن، او بعد كده بقول ان الطفل ده مثلا بريماتيور. وهنا بفكر على ان الموست كومن عندنا باثوجنز الجي بي اس وجالاكتي كاسترين، او الحاجات التانية اللي هما الجرام نيجاتيف زي الهيموفيلس او زي الكليبسيل. لكن لو ليت نيونيتال سيبسس فمعنى كده ديفولب من بعد اليوم الثالث لحد 28 او 30 يوم. وهنا بفكر ان الباثوجين ده جاله من خلال حاجتين، يا اما كوميونيتي اكوايرد او قد يكون هوسبيتال اكوايرد. والجماعه اللي هم الموست كومن عندنا الكونز، تمام، والميرسا. فهنا بفكر هو ايه البروسيجرز اللي اتعرض له النيونيت ده عشان يديفلوب الموضوع ده، هل هو سي في بي ولا كانيولا ولا يورينري كاتيتر ولا مشاكل ان هو على فنتيليشنز او سي باب او في انترال فيدنج اند سو اون. تمام كده انا حاولت افرق بين الاثنين عشان ابدا افرق الباثوجينز المختلفه، وده هيفرق بعد كده معانا في التريتمنت. يعني مثلا فور اكزامبل لما يكون ايرلي على طول فانا مش بستنى، فانا بدي كانتيبيوتيك هيكفر الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف اورجانيزم.
فبندي الامبنسلين وبندي الامينوجلايكوسايد. تمام، هنتكلم طبعا بالتفصيل عن التريتمنت بس دي كنكست ستيب على طول. لو ايرلي نيوريتال سيبسس الامينوجلايكوسايد بنستخدم الجينتا طبعا مايس، وعلشان ما ننساهمش هما اتنين بحرف الاي، هو عباره عن امبنسلين وعباره عن امينوجلايكوسايد. حلو، بعد ما فرجنا بقى الجزء ده اتفقنا ان احنا في بعض بس الحاجات اللي هي مشروحه عندنا كاحد الريسك فاكتورز بالتفصيل شويه فهنتكلم عليها. يعني مثلا من الايرلي نيونيتال سيبسيس مشروح عندنا الكوريو امينايتس. باي ديفينيشن يعني ايه كوريو امينايتس؟ معناها ان الام بقى عندها تمبريتشرز اكتر من 38 مع حاجه من دول. اقل حاجه انا عاوز حاجتين اوف ذا فولونج، عملت سي بي سي لقيت الوايت بلاد سيل على الابر بوردر بتاعها 15000 بير كوبيك مليمتر، ببدا اشوف البالس عند الام لقيته اكتر من 100 بيت بير مينيت. طب الفيتال هارت بالسيشن لقيته اكتر من 160 بالنسبه لي بيت بير مينيت. تمام، ده كله ده اللي انا اعتبر انا طلبت شويه حاجات كانفستيجيشن واكزامينشن. ببص كلينيكال ممكن الاقي حاجتين، بحط ايد على الابدومن واعمل بالبيشن بلاقي تراين تندرنس، او ممكن الاقي فول سميلنج من ساعه ما لقيت تمبريتشر اكتر من 38 مع اتنين من دول. وعشان ارتبهم بعد كده في دماغي انا برتبهم بفكره اللي انا ممكن زي ما طلبت لاب مثلا في الوايت بلاد سيل، وزي ما شفت حاجات كلينيكال لتراين تيرنرنس والفولو سميلينج، وبعد كده بديت اشوف البلس على الام كهارت ريت حسبته عادي وحسبت خلاص اللي هو ايه الفيتال بالسيشنز. تمام، فلما لقيت تمبريتشر اكتر من 38 مع اتنين من دول قلت اللي انا عندي كوريو امينايتس. يا ترى بقى ايه هي الريسك فاكتور علشان الام يجي لها كنوع من الكوريو امينايتس؟ خلينا نقول ان انت بتفكر على اتجاهين، يا اما عباره عن اسيندنج انفكشنز حصلت، يا اما المشكله عندنا في الفيتاس نفسه. بمعنى يعني مثلا بقول لك ان الام دي دخلت في برولونجد ليبر وحصل رابشر اوف ذا ميمبرين واخرت الليبر بتاعتك ممشتش بالنسبه لك بالسيكونس الطبيعي بتاعها في نفس الوقت بالوقت اللي موجود معاك. فده كل شويه بنطلب بنعمل حاجه اسمها مالتيبل ديجيتال اكزامينشن علشان ابدا اشوف سيرفكس اللي موجود عندي الدايلاتيشنز والافيسمنت بتاعه قد ايه بالظبط. مع كل الديجيتال اكزامينشنز اللي بيتعمل مش من شخص واحد طبعا، فده معرض ان انا عندي اي انفكشنز ممكن تطلع. فعشان كده ده ترتيب الاحداث كريسك فاكتور بالنسبه للاسندنج انفكشن. كفيتاس بعد كده مثلا هو كان بوست ماتيور ديفلوب نوع من الاسفيكسيا، فحصل ان كل الاسفنكترز اللي كانت موجوده عنده بدا يحصل لها ايه بعد كده توم بتاعها جل، فحصل له ميكونيوم اسبيريشنز. الميكونيوم اسبيريشنز ممكن يعرضني برضو للكوريو امينايتس. تمام جدا، تمام. او انا عملت اي انفيزيف باجا بروسيجرز مثلا اثناء الحمل، كنت عاوز اخد عينه من الكورد مثلا كلمه سامبلينج عشان اشخص حاجه معينه، او اي مانوفر داخل امنيوتيك فلود والكلام ده كله، ممكن مع المانوفر اللي انا عملته ده كانفيزيف مانوفر بديفلوب بعد كده ليتر اون كوريو امينايتس. فدي حته بس الكوريو امينايتس كانت مشروحه عندنا شويه، عرفنا بنشخصه ازاي عن طريق ان عندي تمبريتشر اكتر من 38 مع حاجتين من اتكلمنا بعد كده عليهم، وبدينا ننظم الريسك فاكتورز عندنا هما حاجتين، اما هي الانفكشن بتاعتي اسندنج يا اما جالي من الفيتاس بعد كده عندي من جوه. الاسندنج ده ام دخلت في بلونجد ليبر وبدا يحصل رابشر اوف ذا ميمبرين، وبعد كده بيحصل اسندنج انفكشن ومعظمها مثلا جاي من المانوفر اللي انا بتعمله عن طريق المالتيبل ديجيتال اكزامينشن، او فكره ان الفيتاس كان بوست ماتيور حصل له بعد كده اسفيكسيا، حصل لكل الاسفنكترز بتاعتك فقدت التون بتاعتها، فحصل نوع من الميكونيوم اسبيريشنز. الميكونيوم بعد كده اسبيريشنز ده ادى في الاخر الى كوريو امينايتس، او احيانا انا عملت مانوفر علشان اتست حاجه معينه في الفيتاس ده اللي موجود عندي فدخلت معاه الانفكشن. تمام كده، فده حته بس الكوريو امينايتس عشان كانت مذكوره بعد كده على جنب عندنا. تمام، طب انا دلوقتي زي ما اتفقنا يعني جالنا الطفل، بصيت عليه في نفس البصه من بعد الديفينيشن، قعدت قسمت هو اول 3 ايام ولا عدى 3 ايام. هتطلب انفستيجيشنز عاديه خالص لاي انفكشن، بنطلب حاجه اسمها سيبسيس سكرين عباره عن سي بي سي مع كل الديفرنشال كاونت اللي هتطلبه والسي ار بي، وبتطلب بعد كده في حاجتين بنسميها بارشيال وحاجه اسمها كومبليت سيبسيس ورك اب. كبارشيال هو السي بي سي ومع البلاد بس كالتشر، لكن اي حاجه هتطلبها زياده عن كده بنسميها كومبليت. يعني انت مثلا طلبت لامبر باكتشر عشان تعمل سي سيف، هتعمل لونين كالتشر، هتعمل ستول كالتشرز، هتاخد بعد كده اسبيريت مثلا وتبدا برده كنوع من الاسبيريت ده وتبدا تعمل برضو بي كالتشر. فاي حاجه بالنسبه لي زياده عن السي بي سي وعن السي ار بي وعن البلوت كالتشر بنسميها كومبليت ورك اب. تمام بالنسبه للسيبس. تمام، الانفستيجيشنز طبعا دي لما تبدا تعملها اكيد ان انا عندي هتبان وايت بلوت سيل ان في انفكشن، سي ار بي طبيعي والاس ار الاثنين بيكونوا برولونجد، وطبيعي على حسب الكالتشرز بعد كده اشوف الباثوجنز ممكن يظهر معايا او ممكن طبعا ما يظهرش. حلو الكلام. لما ابدا اقول لك تقدر تحط ديفرنشال دايجنوزس لموضوع السيبسيس ده للطفل، هتقول استنى هو ايه مشاكله؟ كانت معظم المشاكل اللي انا بشوفها على مستوى الريسبيريشنز
او مشاكل بسبب ان حصل لي سيبتك شوك. فعشان كده انا هحط كل الاسباب اللي ممكن تعمل لي تاكبني عند الطفل. يعني مثلا الطفل ده ديفلوب نيمونيا او ميكونيوم اسبيريشنز نيمونيا، او هو اوريدي مولود وعنده هايبوبلاستيك لانج، او مولود وكان عنده كونجينيتال ديفراجماتيك هيرنيا. طبعا كونجينيتال ديفراجماتيك هيرنيا فكره الانتستين اللي هي بتطلع في الثوركس فبتضغط على اللانج الثانيه فبيترتب على كده، وكان بتديك نفس الكلينيكال بيكشر بتاعت مين، بتاعت الهايبوبلاستيك لانج، تمام كده. او الشخص ده كان عنده هيموليتيك طبعا انيميز، وعارفين من اعراض الانيميا اللي ممكن يكون عندي كنوع من التاكيكارديا والتاكيبيا. فعشان كده انا بحط تحت كاتيجوري كبير اعراض الريسبيراتوري كلها، مين اللي يعمل لي نفس الاعراض بتاعه التاكيبنيا او بتاعه الديزنيا دي، وابدا ارسم في الديفرنشال دايجنوز. او حاجه ثانيه تعمل لي اعراض بالنسبه لي للشوك زي الهايبوفوليميك شوك، او حاجه هنتكلم عليها شويه في التريتمنت قدام، نيكروتايزنج انتيروكولايتس. الفكره كلها اللي فيها اللي انا عندي الول اوف ذا انتستين ده، طبعا احنا عارفين ان جوه هنا في سيكريتوري كاي جي اي بالنسبه لنا كانتي بودز، بالاضافه بعد كده للول ده انا محتاج ان يكون الول نفسه الانتجريتي بتاعته كويسه والاميون سيستم كويس علشان ما يحصلش فيه اي انفلاماتوري كونديشن. اللي بيحصل في نيكروتايزنج انتيركولايتس ان انا عندي مشاكل في الاميون سيستم، مشاكل في الانتجريتي بعد كده اوف ذا وول، فبيحصل انفلاميشن. الانفلاميشن ده بعد كده لو انا عندي باثوجين هنا هو موجود جوه الانتستين بيقدر يعدي ويدخل عندي على السيركيليشن، فبيديك في نفس الوقت ايه في الاخر اعراض الشوك، وهنتكلم بعد كده على التريتمنت بتاعه ممكن يمشي ازاي. فده جزء الديفرنشال دايجنوزس. انا بقسم حاجتين كبار في دماغي اكوردنج للسيمبتوماتولوجي، مشاكل ريسبيراتوري ومشاكل بعد كده الشوك، وابدا ارص الاثنين بعد كده مين تحتيهم بكل بساطه خالص. لحد كده دلوقتي يعتبر احنا خلصنا الجزء بتاع الديفينيشن، بدينا اكوردنج للتايم قسمنا هي ايرلي ولا ليت، وبعد كده قسمنا الحاجات دي كلها وعملنا مقارنه ما بينهم، واتكلمنا على الجزء بتاع الانفستيجيشنز والجزء بتاع الديفرنشال دايجنوزس. هنبدا بقى نتكلم على الجزء بتاع التريتمنت شويه. يمكن الانتي بايوتكس كتيره جدا ومحطوطه في صوره جايد لاينز، فهنحاول نسهل الموضوع في صوره كده سيناريو تحت بعضيه. عندنا اول حاجه كسؤال مطروح، هل الجي بي اس ينفع ادي فيها بروفلاكسز مثلا اثناء الام وهي بالنسبه لي حامل عشان ما يحصلش النيونيتال سيبسيس؟ يعني قال لي ممكن تدي في الحالات الاتيه علشان نسهل حفظهم، فاحنا بنقسمهم على مستوى الهيستوري وعلى مستوى الاكزامينشن وعلى مستوى الانفستيجيشن. بمعنى لو في بوزيتيف هيستوري قبل كده ان انا عندي تلسيبسس وعندها الجي بي اس والكلام ده كله، فانا اوريدي بدي الجي بي هدي البروفلاكسس وهنعرف دلوقتي التريتمنت اللي بنديه. على مستوى الاكزامينشن انا مش عارف عندها جي بي اس ولا ما عندهاش، ولكن لقيت تمبريتشر اعلى من 38، لقيت رابشر اوف ذا ميمبرين اكتر من 18 ساعه، وفي نهايه الحمل بتاعها يعني عند 37 اسبوع والكلام ده كله، ده انترا بارتم وانا بعمل اكزامينشن، وهطلب انفستيجيشنز الحاجتين، هتطلب بالنسبه لي بلاد كالتشرز بعد كده طلعت بوزيتيف بالنسبه لي في الجي بي اس، او طلبت يورين وعملت كالتشر عند بكتيريوريا ونوعها من الجروب بي ستريبت كوكس. فعشان كده لو لقيت الثلاث حاجات دول سهلنا الحفظ بتاعهم عن طريق انا بدور على الهيستوري، بدور على الاكزامينشن، بدور على الانفستيجيشن، لقيت بالنسبه لي حاجه من دول ممكن ادي الجي بي اس كبروفلاكسز الجزء بتاع التريتمنت اللي احنا هنغطيه. طب بقى التريتمنت بتاعنا بيمشي ازاي؟ اول حاجه احنا بنسحب كالتشر في الاول، يا ريت بس عشان هتفيدنا بعد كده الكلام ده، وبعد كده انا بحاول ادي انتي بيوتيك هتكفر حاجتين، الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. فالايرلي اونس سيبسس الاوبتيمم تريتمنت بتاعك هما اتنين بحرف الاي، الامبنسلين والجزء بتاع الامينوجلايكوزايد، العيله بتاعتنا الجينتا مايس. طب لو العيان ده عنده مشكله في النيفرولوجي او الطفل لسه النيونيت ده، طبعا الامينوجلايكوزايد از انيفروتوكسيك، فعشان كده بلجي استخدم حد من الثيرد جينيريشن كفاله سبورين. تمام حلو، انا دلوقتي عطيت التريتمنت ده ومستني الكالتشر. جات لي بعد كده الكالتشر، الكالتشر دي لو طلعت نيجاتيف وانا شايف ان اليونيت ده اللي قدامي هيلثي وحالته ككلينيكال كويسه بوجه عام، قال لي مجرد لحد 48 ساعه وقف التريتمنت بتاعك ده. طب لو الطفل ده مولود عندي بريماتيور، لا كمل التريتمنت بتاعك لمده 72 بعد كده ساعه. طب ليه انا مش بكمل الانتيبيوتكس بعد كده او الكورس ده لفتره بالنسبه لي اطول؟ لان لقينا لو الطفل عندك بريماتيور وانت كملت التريتمنت بتاعك اكتر من 5 ايام، ده بيزود الريسك لاحتماليه الليت اونست سيبسس، وبيزود الريسك لمعدل النيكروتايزنج انتيروكولايتس، وكمان الريسك اللي هو ممكن يحصل عندنا كسام سورت من المورتاليتي. تمام كده، يبقى انا كده عملت ايه في الاول عشان اشوف الجزء بتاع التريتمنت؟ انا عرفت الحاله دلوقتي اللي قدامي ايرلي نيونيتال سيبسس، فانا سحبت كالتشرز، وبعد ما سحبت الكالتشر عطيت حاجتين امبنسلين والامينوجلايكوسايد. لو نيونيت ده مولود وعنده مشكله نيفرولوجي فانا ببعد عنه،
وبدي الثيرد جينيشن كيفالوسبورين، هتجي لي النتيجه بتاعه الكالتشر. لو طلعت نيجاتيف وان يو نيد هيلثي دوينج ويل 48 ساعه وقف الكورس بتاعك. لو كان بريماتيور استمر لحد 72 بعد كده ساعه، وتكلمنا ما ينفعش ليه اكمل بعد كده اكتر من كده كليتر اون. طب حلو الكلام. في بقى حاجه بسيطه، لو انا طلبت كيورين اناليسيس ولقيت عندي بكتيريوريا، ولكن انا عملت اكزامينيشن للنيونيت ده مش لاقي اي فوكال ليجنز بيقول لي ان دي المشكله، دي هي الفوكس اللي فيها الاورجانيزم وهو ده اللي عامل لك كل الباثولوجي وعمل لك كل المشاكل كلها. في المرحله دي بنكمل التريتمنت بتاعنا لمده 10 ايام. تمام، فدي حته بس كده تعتبر كنوتس بالنسبه لنا بس مش اكتر. لو حصل ان الطفل ده حصل بريماتيور رابشر اوف ذا ميمبرين والطفل نفسه كان بريماتيور، في المرحله دي الانديكيتد كانتيبيوتيك هتدي بنسيلين جي انترافينوس طويل المفعول، ولو الام نفسها عندها الرجي فبتستخدم بعد كده الكليندامايس. فيعتبر دول كتو سايد بس نوتس لو انا عندي بكتيريوريا ولكن مش قادر اوصل للفوكس ليجنز الاساسيه، فانا بدل كورس اوف ذا تريتمنت لمده 10 ايام. ولو عندي بي بي ار او ام هو عباره عن بري تيرم بريماتيور رابشر اوف ذا ميمبرين، فانا بستخدم البنسيلين جي كانترافينوس، لو في الرجي عند الام فبستخدم بعد كده مين الكليندامايس. هنلاقي شويه تفاصيل برضو في المحاضره عن الجرعات، عن كل قد ايه بالظبط برضو ممكن نبقى نبص عليهم، بس احنا بنحاول هنا يعني بنركز اللي احنا بنفهم ترتيب المعلومات بتمشي ازاي والنكست ستيب بتمشي ازاي والخطوات اللي انا باخدها في كل حاله. تمام، ده يعتبر هو تريتمنت اوف ذا ايرلي نيونيتال بالنسبه لسيبسس. طب لو لقيت اونس سيبسس، يعني الطفل ده او نيونيت ده كان معدي 3 ايام، برضو لازم انا هاخد كالتشر. باخد بعد ما اخد الكالتشر هبدا حاجه امبيريك هو عباره عن التيكوبلانين مع الجنتامايسين. الكالتشرز هتجيلي، احنا قلنا الموست كومن هناك كانت الستاف اوريس. لو كانت ميثيثيلين سنسيتيف ستاف اوريس فانت بتعمل ايه بعد كده؟ بتستبدل الجزء بتاع التيكوبلانين بالكلوكزاسيلين وبتدي معاه برضو اللي هو ايه الجنتامايسين. الكالتشرز بعد كده جات لك وجات لك ده بوزيتيف ستاف، المده بعد كده بتمشي قد ايه مع الكلوكزاسيلين؟ لمده 3 اسابيع. طب لو لقيت ان يونيت ده ديفولب بعد كده سيبتيك ارثرايتس او جالو اوستيو بعد كده مايلايتس والكلام ده كله، فانا بمد الكورس بتاعي بعد كده لمده 6 اسابيع. ده بالنسبه لي لترتيب الخطوات بتاع تريتمنت اوف ذا ليت اونست سيبسس. هسحب برده كالتشر في الاول، بعد كده هستخدم الامبريك انتيبيوتيك ثيرابي. لو رجعت للكالتشر جالي ده ستاف اوريس وبوزيتيف، الكورس بتاعي لمده 3 ايام، لكن لو لقيت معايا 3 اسابيع عم سوري، لو لقيت اوستومايلايتس او سيبتيك ارثرايتس فانا باخد كورس لمده 6 اسابيع، وبعد كده بستبدل كمان هنا التيكلوبلانين بالكلوكزاسيلين، وطبعا هو الامبيريك التيكلوبلانين مع الجنتامايس. تمام، هنتكلم دلوقتي عن هو تريتمنت نقدر نقول سمتايمز الحاله دي جت ككومبليكيشنز نتيجه للنيونيتال سيبسس. يعني مثلا حصل له مننجايتس، ازاي نبدا نعمل تريتمنت بالنسبه للمننجايتس؟ حصل نيكروتايزنج انتيروكولايتس، ازاي نعمل له برضه تريتمنت؟ لكن يعتبر لحد هنا كمعلومات اساسيه عن النيونيتال سيبسس من ناحيه الديفينيشن، من ناحيه التقسيمه بتاعتي والكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشنز والتريتمنت امورك تمام، بس ده يعتبر ككومبليكيشنز حصلت، فازاي انا ببدا اعمل لها تريتمنت بتاعي. لو الطفل ده جالب اعراض بنجويتس وبدا يحصل سي ان اس مانيفيستيشنز الموجوده، هبدا اخد بعد كده لامبر بنكشر. لو في اول 3 ايام بنقول ان غالبا اللامبر بعد كده بنكشر، لو باخدها امتى؟ طبعا لو انا عندي اعراض بوزيتيف كانت كلينيكال عند الطفل فهاخد لامبر بنكشر. طب لو بعد 3 ايام كليت اونست بعد كده سيبسس، جالي في كل الحالات تاخدها اكسبت لو الحاله بتاعتك كوكيليس نيجاتيف ستاف، مش محتاج تعمل لامبر بنكشر وتاخد سي اس اف وتعمل له اناليسيس. ليه السبب الاساسي يا باشا؟ لان جالي الريسك بيكون قليل جدا ان هو يحصل. لما خدت اللامبر بنكشر ده لو امتى يطلع بوزيتيف او امتى بقول عليه بوزيتيف؟ عشان نسال بس حفظ الكاتيجوري ده، احنا بنقول بيطلع بوزيتيف لو لقيت الوايت بلاد سيل كاونت عالي وخصوصا البوليمورف ونسبه البروتين فيه كانت عاليه. حاجه واحده بس بتقل عند الجلوكوز وممكن الاقي بوزيتيف لو انا عملت بوليميريز تشين اكشن منه الاورجانيزم معين، او انا هعمل بعد كده منه اي كالتشر. الكالتشر بتاعتي لو طلعت بوزيتيف بالنسبه للجي بي اس فانا هدي نفس التريتمنت بتاع اللي هو عباره عن البنسلين والجنتامايسين لمده 14 يوم. ولو طلع في الكالتشر دي مفيش اي واحد من الباثوجنز الخاص بالجرام نيجاتيف بعد كده، فوقف الجنتامايسين بالنسبه لي بعد كام؟ بعد 72 ساعه وبعد 3 ايام. طب طلعت الكالتشرز بتاعتي بوزيتيف لعيله الجرام نيجاتيف، فانت بتستخدم السيفوتاكسين وهتستخدم الجنتامايسين بس لمده 21 يوم. ومن هنا بنلاحظ ان معظم الجرام نيجاتيف اورجانيزمز بتكون اعنف شويه بالنسبه للكورس اوف ذا مننجايتس مقارنه بالجرام ايه؟ مقارنه بالجرام بوزيتيف.
واستخدامي برضو لسيفو تنزيم كان ليه يعني سبب وراه، ان هو فكره بيكون افضل ناحيه ان الانتي بيوتيك ده يوصل عند للبرين، ان طبعا في حاجه اسمها بلاد برين بارير، تمام؟ فده مش بيخلي اي حاجه توصل عندك للبرين بسهوله. ايفن ان انا اساسا عندي مننجايتس، فبقول ان البلاد برين بارير ده مش انت بتبقى احسن حالاته في اي انتي بيوتيك هيعدي، بس دايما بناخد ايه سيف سايد او الجانب الامن لكده. فعشان كده حته المننجايتس، بس عشان ما تعملهاش مشكله، انا بقول المننجايتس اولا امتى تعمل لمبر بنكشر؟ لو ايرلي اونست سيبسس ولقيت اعراض كلينيكال كاسينس مانيفيستيشنز كلها، فانت اعمل لمبر بنكشر. الليد بيتعمل في كل الحالات الا لو انت شاكك ان هي كانت كونت ما تعملش. هتبدا اللمبر بنكشر يديلك الريزلت بتاعته لما يديك الاناليسيس وقالك لقيت ان انا عندي الوايت بلاسيل زايد اللي هو البوليمورف، وفي نفس الوقت البروتين زايد، الجلوكوز قليل، وجود بوزيتيف بي سي ار لاورجانيزم معين وبوزيتيف بعد كده كالتشر، بقول خلاص كده انا غالبا عندي فيه انفكشن وغالبا ده بكتيريال مننجايتس. ببص بقى على الكالتشر دي واقول لو الكالتشر بوزيتيف قولي بالنسبه لك في الجي بي اس فانت بتدي ايه، بقى اكمل بعد كده البنسلين لمده 14 يوم، والجينتامايسين بوقفه بالظبط بعد 72 ساعه. طب الكالتشر دي طلعت بوزيتيف لعيله الجرام نيجاتيف اورجانيزم بوجه عام، فبنستخدم الكورس بتاعنا لمده 21 يوم من السيفوتاكسين ومن الجينتامايسين، تمام؟ حلو. طب لو الشخص ده او الطفل ده يعني عنده نيتال سيبسيس ديفلوب بعد كده نيكروتايزنج انتيروكولايتس، شرحنا الفكره بعد كده بتاعتها، بنستخدم السيفوتاكسين برضو والجينتامايسين نفس اللي استخدمناه مع عيله الجرام نيجاتيف اورجانيزم. وبعد كده لو انا شاكك بقى ان الوول اوف ذا سمول انتستين اللي موجود معايا حصل له بيرفوريشنز او حصل بعد كده كابريتونايتس، بتبدا تضاف بعد كده عندك المترونيدازول، تمام كده؟ تمام. نيجي بقى الملحوظه مهمه، انا كل ده اللي بتكلم عليه انا بدي انتي بايوتكس. طب ايه بقى كده الفكره، هل انا عندي انتي فانجل ممكن استخدمه؟ استخدام الكورس بتاع الانتي بايوتكس فور الونج بيريد اوف تايم بيترتب على كده ان البكتيريا عندنا النورمال فلورا نفسها بيحصل لها ديث او النمبر بتاعها بيقل، فده بيدي سبيس شويه بالنسبه للفانجاي اللي موجوده معانا، وخصوصا كحاجه مثلا زي الكانديدا ان هي تبدا تجرو ويعمل لها ويحصل لها كولونايزيشن، فبالتالي تبدا تدينا اعراض الفانجل انفكشن. فعشان كده جينا للانتي فانجل، قلنا ان احنا التريتمنت بتاعنا بيمشي مع كل الاطفال البري تيرم اللي هو اقل من 28 اسبوع او اتولد وزنه كان اقل من 1 كيلو. قدامك حاجتين بنستخدمهم، لما بتستخدم النستاتين وده بيتاخد اورال بالنسبه للكانديزايسز وات ايفر كانت اورال او على مستوى الجي اي تي، ومعظم الحالات اللي هي السكين انفكشنز بسبب الفانجاي، او الفلوكلونازول وده بيستخدم بارينترال، وده بيستخدم اكشن لما يكون الطفل او النيونيت ده بقى عنده مثلا في السي بي سي لقيت عندك نيوتروبينيا، يعني عدد النيوتروفيلز نفسه بدا يقل. فده فكره هو انا ليه هل استخدم انتي فانجل، لان انا خايف بس من موضوع ايه اللي انا بيحصل من كتر استخدام الانتي بايوتكس بيحصل نوع من السكندري بكتيريال انفكشنز بعد كده ليتر اون. طب انا لو عندي سيبسيس دي استخدمت دراج كتيره جدا وما زالت ريزيستنس، مفيش ريسبونس، مفيش تحسن بالنسبه لي كلينيكال، مفيش تحسن باستخدام اللاب، فبلجا استخدم حاجتين، لما الليميكا كاسين او بستخدم الميرو بينيم كتو انتي بايوتكس بعد كده ليتر اون. تمام. طب انا بعد ما عطيت الكورس ده من الانتي بايوتك انا بتابع النيونيت ده ازاي؟ بتابعه من خلال السي دي ال سي ار بي. جالي لو انت خدت 2 سي ار بي سحب مرتين ما بينهم 24 ساعه سبارت وطلع نورمال بالنسبه لك، خلاص في المرحله دي وقف الانتي بايوتكس. ولكن لازم تلاحظ حاجه مهمه جدا، ان برضو تقييمك انت للنيونيت ده كلينيكال تمام، يعني هو بدا يتحسن معايا من ناحيه الفيدنج، بدا يتحسن معايا بعد كده من ناحيه الجنرال كونديشنز بتاعته، السايكلينج بدا يكون تمام وهكذا. غير كده انا ممكن اكمل عادي بالنسبه للكورس اوف ذا انتي بايوتيك. فجزء التريتمنت هتحس ان هو كبير شويه، ولكن وانس اللي احنا بدينا نكمل كجزء التريتمنت لحاجات ازاي بتعامل مع الايرلي نيونيتال سيبسس، ازاي بتعامل مع الليت اونست بالنسبه لي سيبسس، وبعد كده بنعتبر بقيه الحاجات دي ككومبليكيشنز وات ايفر من مثلا المينينجايتس او نيكروتايزنج انتيروكولايتس، وليه انا ممكن استخدم بعد كده انتي فانجل. قبل ما ننهي النيوتال سيبسس، في عندنا بس الاجزاء او السيبس بتاعت الهاند ووشنج تكنيك. يعني الدكتور كان بياكد ان ممكن يجي لي اسئله بعد كده على السيبس دي، فعشان نسهل حفظها بنعمل نيمونيك اسمها بي دي اف اي تي ار. كلمه بي انا ببدا في الاول استخدم بالم تو بالم، بعد كده هستخدم البالم اللي هو بالنسبه لي دورزم تو بالم، اللي انا بغسل الدورزم بتاعي بس باستخدام البالم. وبعد كده ببدا اللي انا اعمل ايه بعد كده، بعمل حاجه اسمها انتر ليسنج او انتر لوك بالنسبه للفينجرز بينها وبين بعضيها، وبعد كده ببدا اغسل الفينجرز نفسها، ويجي بعد كده الثامب، واخيرا بنعمل كنوع من
الروتيشنز تمام على منطقة كده الريست، وبيحصل برضو روتيشنز بالنسبة للتيب اوف ذا فينجرز، بنعمل بعد كده روبنج في النهاية. فده النيمونيك بتاعتنا بس عشان صالح فصحى اسمها كلمة بي دي اف اي تي ار، دي بتفكرنا بكل الستيبس بتاعت الهاند ووشنج بالترتيب. بس ممكن ايه يعني بنعرف هنا عندنا خطوة الانترلوك او انترليسنج جاب لي فكرة الفينجرز كلها بوجه عام يعني. تمام كده تمام. يبقى احنا كده ملخص الكلام ده بس سريعا عشان احنا اتكلمنا بعد كده على ايه او كنا عاوزين نتكلم عليه في الجزء ده. اول حاجه بدينا نتكلم عليها خالص هو عباره عن الديفينيشن كملخص بس سريع كده. اتفقنا ان تعريف السيبسس بالنسبه لك حاجات كلينيكال انت هتشوفها، وبعد كده بتطلب انفستيجيشنز كلاب بتدل ان انا عندي فيه انفكشن. اتكلمنا عن اهم نقطه بس علاقتها بالنسبه لي بالسيركيوليشن وعلاقتها بالاورجان، بعد كده بيرفيوجنز. قسمنا بعد كده السيبسس لحاجتين كايرلي نيونيتال سيبسس وليت نيونيتال سيبسس او ليت كونست، يعني قلنا الايرلي في اول 3 ايام وكليت من 3 ايام لحد 28 يوم او ايفن لحد 30 يوم. الغرض من التقسيمه دي بيخلينا نبقى اكتر اوير بالريسك فاكتورز، بيخلونا اوير اكتر بعد كده بالاورجانيزم، وبالتالي بعد كده التريتمنت اللي انا ممكن استخدمه. بعد كده اتكلمنا بس كانت على حاجه عندنا محدده ككوريو اماناتس كاحد الريسك فاكتورز بالتفصيل بس شويه، وكانفستيجيشنز بتطلب الحالات العاديه سيبسس سكرين وايه هو البارشال ورك اب بالنسبه للسيبسس والكومبليت ورك اب بالنسبه للسيبسس والفرق ما بينهم. وكديفرنشال دايجنوزز قلنا بنقسم الموضوع لحاجتين اساسيين بس خالص، مشاكل عندي على مستوى الريسبيراتوري لان ده اللي بيحصل اوريدي من نيتال سيبسس، ومشاكل بعد كده بالديفولوم نيتال الشوك ليتر اون. اتكلمنا بعد كده على امتى ممكن الجي بي اس استخدم ليه كبروفلاكسس، برضو قسمنا الموضوع بهيستوري واكزامينشنز وانفستيجيشنز بحيث يكون سهل عندنا في الحفظ. قسمنا بعد كده التريتمنت يعتبر الاساسي كايرلي اونست بالنسبه لي سيبسس، وتيك كير دايما من حته اللي انا دايما ابدا بكالتشرز عشان نتيجه الكالتشر بعد كده بتاثر معايا على الايام اللي انا هبدا اكملها. وليت اونست بعد كده سيبسس ليتر اون كمان اتكلمنا عليه، برضو كانت بدايتنا بعد كده مع كالتشر لان دي بتحكمني بالديوريشنز اللي انا هستخدمها. قلنا بقيه الحاجات تعتبر هي كانت نوع من الكومبليكيشنز حصلت نتيجه السيبسس فانا اضطريت ان اتعامل معاها، ازاي المنينجايتس الانديكيشنز بتاعتي بالنسبه لللامبر بعد كده بانكشر، وازاي بتعامل اكوردنج تو ذا كالتشر استخدم انهي ريجيمن بالظبط ولمده كام يوم، وكمان ملحوظه نيكروتايزنج انتيرو كولايتس وتفاصيلها، وليه انا مضطر استخدم بعد كده انتي فانجل، وفكره المالتي دراج ريزيستنت بعد كده سيبسس معناها ان مفيش تحسن ولا لابراتوري ولا كلينيكال فاضطريت استخدم انواع ثانيه نظر انتي بيوتيك. قسنا الريسبونس بتاعتنا عن طريق اللي انا بطلب سيدر سي ار بي، وقلنا لو طلبته في مرتين بينهم 24 ساعه طلع نورمال وقف، بس لازم يكون الطفل بتاعك في نفس الوقت او نيونيت ده كلينيكال تمام. وخدنا الستبس بتاعت الهاند ووشنج، ده اول جزء يعتبر. قاعد الجزء ان شاء الله الثاني هتكلم عليه بعد كده بتاع تورش انفكشن ان شاء الله. بعد كده الجزء الثاني بتاعنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن التورش انفكشن. الجزء ده عندنا لحد ما شويه المعلومات اللي هي المهمه في وسط المعلومات اللي هي الجنرال في الكل، فالدنيا مش مظبطه، فهنبدا نتكلم من منطق ايه بالظبط او من انهي منظور بالظبط. منظورنا ناحيه المعلومات اللي هي السبيسيفيك لكل واحد احنا هندرسه، وبالتالي بقيه الحاجات اللي هي الجنرال تعتبر موجوده مع الكل، بس احنا عاوزين نثبت المعلومات الهاي ييلد شويه، نفهمها كويس جدا، وبعد كده نبدا نقول خلاص لو احنا جمعنا كل الفيتشرز دي مع بعضيها دي غالبا الحاجات اللي هو الجنرال اللي انا بروح لها. التورش دي كانت مونيك بالنسبه للتي بتمثل التوكسوبلازما، والاو الاذر من اهمهم الفاريسيلا والاتش اي في والبارفو بي 19 والار الروبيلا والسي سايتوميجالو فيروس، وبعد كده الاتش هي عائله الهربيس بالنسبه لي سيمبكس فيروس. تعال نتكلم عن الحالات الاساسيه بتاعتهم او ايه اولا التاثير بتاعهم كنتيجه حصل معايا نوع من التورش انفكشن. احيانا الطفل ده بيتولد بيعدي زي الفل مفيش اي مشكله الدنيا كلها بتكون تمام، او ممكن يتولد عنده انتراتراين جروث ريستريكشن يعني كاسمول مثلا فورجيسيشنال ايج حاجه زي كده مثلا، او يحصل له نوع من الفيتال ديث، او بعد كده يتولد كبريتر او بعد ما واحنا بنولده حصل له توفى برضه كستيل بيرث، او ليتر اون بعد كده ان هو ممكن يعيش. بس لو عاش غالبا هيدينا كلينيكال بيكشر خاصه بانهي واحد من دول من الباثوجنز هو اللي اثر بعد كده عليه، كل واحد ليه كلينيكال بيكشر اللي خاصه بيه، عوضا عن برضه عن كل الحاجات اللي هي الجنرال اللي ممكن نلاقيها معاهم كلهم يعني. اول واحد هنبدا ندرسه هو عباره عن السايتوميجالو فيروس، خلينا نقول ان هو احد افراد عيله الربيز، والعيله دي كلها عباره عن دي ان اي، نركز بس في التفاصيل دي يعني الدكتور جال سريعا لان انا ممكن اسال في الحاجات الاساسيه دي، وفي نفس الوقت ده الموست كومن كونجينيتال فيرال فيهم يعني ده هو الموست كومن. تمام، هنمشي كده بترتيب خطوات عشان نحاول بس نخلي الموضوع شويه لوجيك بالنسبه لنا. هو اولا ازاي بينتقل بالنسبه للام، وازاي انتقل عندي بعد كده للفيتوس، وايه الكلينيكال بيكتشرز بتاعته، والانفستيجيشن والتريتمنت، ده غالبا هي النقاط الاساسيه اللي هنعدي عليها في كل واحده هندرسه.
السيتوميجالو فيروس بينتقل للام خلال السيكشوال كونتاكت، وينتقل هو ده الفيروس اللي بيحب كل البادي فلويدز بتاعتنا، يورين، سلايفا، بلاد، اورجان ترانسبلانتيشن. يعني الدنيا عندنا كمان مفتوحه، والحته دي بس هتساعدنا شويه بعد كده ليتر في الانفستيجيشن البادي فلويدز دي، تمام. فهو انتقل كده للام. بعد كده بيجي للفيتس، بينتقل في حاجتين، الموست كومن ان هو ينتقل وهو نيونيت، ولكن ممكن ينتقل بعد كده وهو اثناء التشايلد هود، وبرده بنعتمد اكتر في التشايلد هود على فكره ان انا عندي من خلال البادي فلويدز، تمام. طب وصل عندي تو ذا فيتس، ايه بقى الكلينيكال بيكتشر؟ 90% بيكون عندنا اي سيبتوماتيك، بيعدي نورمال، مفيش منه اي مشاكل خالص. بس لو بدا يحصل منه مشاكل بعد كده، اكتر كوز منه بنلاقيه هو الموست كومن كوز حرفيا بالنسبه للسنسي ري نيورال هيرنج لوس اللي بيحصل كلونج تيرم بعد كده. وممكن نلاقي منه نوع من المايكروكيفالي، هيباتوس بلينوميجالي، سيجرز. دي يعني ايه من الحاجات شويه اللي هي اكتر نقدر نقول مايله تبع سيتوميجالو فيروس، ومش اكتر مع بقيه الباثوجينز من التورش انفكشن. في بقى حاجه كلاسيك جدا في الكلينيكال بيكتشر بنشوفها لما بنبدا نعمل ايميجنج، بيري فينتريكولار كالسيفيكيشن. عندنا الفور فينتريكلز في البرين، فبيحصل كالسيفيكيشنز حولهم لما ببدا اعمل اشعه. دي بتكون فيري سبيسيفيك اكتر بالنسبه للسيتوميجالو فيروس. يبقى انا كده عرفت السيتوميجالو فيروس هو ازاي وصل للام، ازاي وصل بعد كده عندي تو ذا فيتوس، وفكره اكتر حاجه مميزه ليه مع اللونج تيرم لو حصل كاسيكولي بيحصل نوع من الهيرنج لوس، ولكن زي ما اتفقنا 90% بيعدي عندنا نورمال زي الفل. وحاجه سبيسيفيك برضو في النيورو ايمجنج بعد كده هو عباره عن البيري فينتريكولار كالسيفيكيشنز اللي بنبدا نشوفه. طب الدياجنوزس بتاعنا بيمشي ازاي؟ رقم واحد، انت ممكن تحاول تشوف الفيروس نفسه باستخدام الفيرولوجي في البادي فلويدز، عشان كده قلنا بنركز هو ازاي بينتقل. فدفعتنا الحته دي خلاص هنبدا ندور عليه، وده غالبا هو الجولد ستاندرد اللي بنستخدمه. او ممكن استخدم اشوف الاليزا تكنيك عشان اشوف السبيسيفيك اي جي ام انتي بودي لي، او باستخدام البي سي ار وابدا اشوف الدي ان اي بتاع الفيروس ده. التريتمنت بقى بتاعنا هنا هو عباره عن الجان سيكلوفير، وعلشان ما ننساش يعني كحبه بسيطه للتذكر، الجان حرف الجي فانا برسم السي، فيعني قريبين لبعض يعني في طريقه الكتابه يعني بتاعتهم. وركز على الجزء بتاع التريتمنت ده لان هو اتذكر اثناء ريكورد سريعا ان هو ممكن ينزل ام سي كيو. فده ملخص بس اللي هي الحاجات اللي هي الاساسيه نفسها او سبيسيفيك يعني شويه بالنسبه للسيتوميجالو فيروس، تبع عيله الهربس دي ان اي فيروس، الموست كومن ككونجنيتال فيرال، انتقل بعد كده الام من خلال الكونتاكت كسيكشوال او من خلال اي طريقه بالنسبه للبودي فلويدز، ومنها كمان تبع الاورجان ترانسبلانتيشن، وصل بعد كده بالنسبه لتو ذا فيتوس كان يونيت، او ممكن يوصل في التشايلد هود. ولكن بنقول ان الكلينيكال بيكشر 90% بيعدي نورمال ما فيهوش مشاكل، ولكن لو حصل مع اللونج تيرم اخاف من الهيرنج لوس، ممكن الاقي شويه حاجات بعد كده مع النيونيت ده كمايكروكيفالي، باتوس بريميجالي، سيجرز. من الحاجات اللي خاصه بيه او سبيسيفيك بيه في النيورو ايمجنج بنلاقي حاجه اسمها البيري فينتيكولار كالسيفيكيشنز. والدياجنوزس بتاعنا ممكن لو ينفع فيرولوجي بنعتمد عليه، او ممكن نعتمد بعد كده على الاي جي ام انتيبوديز، وممكن نستخدم برضو البي سي ار عشان نشوف الدي بتاع الفيروس نفسه. والتريتمنت هو الجين سيكلوفير، وافتكرناها الدنيا ماشيه ازاي. تعالى بعد كده نتكلم على التوكسوبلازموزس، برضو يمكن نفس ترتيب النقاط الاساسيه. بينتقل ازاي للام؟ بينتقل من خلال حاجتين، اللي هي مخاله الاوسيست اثناء اللي هي مثلا بتربي جوطه او حاجه معينه زي كده، فبناخدها من خلال الهاند ونبدا توصل عندنا الماوث، او من خلال احيانا بعد كده من خلال الميد، تمام. بعد كده توصل للفيتاس ترانس بلاسنتال. بس في حاجه هنا لازم نخلي بالنا منها، ان الام لازم تكون اول مره تتعدي بالموضوع ده، يعني لو سكند ولا الكلام ده كله انا غالبا مش بخاف، لازم يكون برايمري ماتيرنال انفكشن علشان ابدا اقول ان الفيتاس ده اللي هيتولد عنده كلينيكال بيكتشر خاصه بالكونجنيتال انوميلز اللي بتحصل بسبب التوكسوبلازموسس. كده عرفنا وصلت ازاي للام، وصل ازاي بعد كده عندي للفيتاس. اهم الحاجات بالنسبه لي في الكلينيكال بيكتشر 70% بيكونوا اسيمبتوماتيك، ولكن هو في ثلاث حاجات مميزين ليها. بيحصل حاجه اسمها الكوريو ريتينايتس، وده مع اللونج تيرم هو اللي بيعمل بلايندنس، فده خاص شويه بالتوكسوبلازموسس. بعد كده بيخلي الدماغ كبيره كهيدروكيفالس، وبيحصل بقى انتراكرينيال كالسيفيكيشن، ولكن الكالسيفيكيشن هنا بيكون سكاترد في البرين كله بوجه عام، مش سبيسيفيك في اريا معينه. دي الحاجات اللي هي خاصه بجانب الحاجات اللي هي ايه كجنرال بعد كده مانيفيستيشنز بنشوفها مع اي كونجنيتال انفكشنز بتحصل معايا. بشخص ازاي؟ ممكن اخد عينه من الكورد او من البلاسينتا عشان اشوف التوكسوبلازما نفسها، طبعا هي بروتوزوا، او ممكن اشوف الاي جي جي كتايتل ليفل، او ممكن اشوف الاي جي ام اللي سبيسيفيك خاص بيها هي. التريتمنت بتاعنا بيكون كومباينيشنز من اكتر من حاجه، من البايري ميثامين، من السلفا ديازين، من السبارامايسين، فده اللي هو كومباينيشنز اوف ذا تريتمنت.
فبس احنا بنخلي بالنا من الحاجات اللي هي السبيسيفيك شويه، بحيث لو لقيناها بعرف ان دي عباره عن توكسوبلازموزس، ويعني بقدر اشخص بعد كده ازاي، واللونج تيرم انا خايف منه ان ممكن يحصل برايندنس بالنسبه للطفل ده اللي اتولد. بعد كده هنبدا ندرس الروبيلا. الروبيلا هي عباره عن ار ان اي فيروس، وعشان نفتكرها قلنا روبيلا بحرف الار تيزر ار ان اي فيروس، الاثنين ار هما عشان ما ننساش برده الحته دي. طب وصل ازاي للام؟ بينتقل عن طريق الريسبيراتوري دروبلتس، بعد كده بينتقل للفيتس من خلال الترانس بلاسينتا. تمام، حته الريسبيراتوري دروبلتس دي نخلي بالنا منها، تنفعنا بعد كده لما نحب ابدا ايه اشوفها في الانفستيجيشن، اخد العينه بتاعت منين. ككلينيكال بيكشر حاله السبيسيفيك مع الروبيلا بتعمل بيتنت داكتس ارتريوزس وبتعمل كاتاركت ومايكروكيفالي. تلات حاجات دول مميزين شويه في الروبيلا في وسط كل الحاجات اللي هي الجنرال برضو ككلينيكال بيكشر كونجينيتال. بشخص عباره عن فيروس، فالفيرولوجي باخد بقى العينه بتاعت من النيزوفارينكس ليه، لان هي اكتر حاجه بتنتقل من خلال الريسبيراتوري دروبلتس، او ممكن برضه اشوف الاي جي ام اللي سبيسيفيك للفيروس او الاي جي جي. بس الاي جي جي يعني بنقول ان هو بريزيستنت بعد عمر من 8 ل 12 بالنسبه لي ايه شهر يعني عند الطفل ده. لو هو الفتره دي كلها بريزيستنت فيها فبقول ان انا عندي ايه، عندي روبيلا. طبعا الروبيلا جلت دلوقتي لان هي اوريدي بتتاخد عندك الام ام ار الفاكسين اللي هو الميسلز والمامبس والروبيلا، فبدا الانسيدنس بتاعها طبعا جل جدا كنيو ايرا. اخر واحد بقى هنتكلم عليه هو عائله الهربيس سيمبلكس. احنا قلنا ده بيضم السيتوميجالو فيروس اللي بيشتغل بار فيروس والفاريسيلا وكلهم دي ان اي فيروسز. الهربيس سيمبلكس فيروس بنقسمه لتو تايبس، هو تايب 1 او تايب 2. تايب 1 ده العيلة دي بتتميز ان هي بتعمل فيزيكل. حلو الكلام. الفيزيكل بقى دي على حسب مكانها، فكل نوع مميز بالفيزيكل شوية اللي موجودة فيه. يعني مثلا تايب 1 ده معظم الفيزيكل بتكون اورو، بتكون ليبيال عند منطقة الماوث وعند منطقة الشفة بتاعتنا، وده بيمثل بس جاست ربع الحالات اللي احنا بنشوفها بتكون البي سيمبلكس تايب 1. لكن البي سيمبلكس فيروس تايب 2 مسؤول عن 3 ارباع الحالات، وده الفيزيكال بقى اللي جاي في منطقه الجينيتال اريا. وجود الفيزيكال في منطقه الجينيتال اريا ده يمكن بيخلينا شويه نقول اه هو ممكن تنتقل للطفل لو اتولد نورمال فاجينال ديليفري. فازاي بقى بيوصل بعد كده عندي تو ذا فيتس؟ بيوصل اثناء النورمال فاجينال ديليفري بسبب وجود الفيزيكال دي في البيرث كانال، او فكره ان يحصل اسيندنج بقى. اسيندنج ازاي؟ هيحصل لي في الاول رابشر اوف ذا ميمبرين، الولاده بتاعتها تبقى برولونجد، فحصل اسيندنج بعد كده. والموضوع ده بيفرق بعد كده معانا في الكلينيكال بيكشر، هو ده خده اثناء البيرث كانال يعني هو معدي كده ونازل، ولا كان اسيندنج انفكشن. تاثيره بقى على الكلينيكال بيكشر، لو انتقل انتروتراين واسيندنج انفكشن بيعمل لك سكين ليجنز، ممكن يعمل كوريوريتينايتس، ممكن يعمل لي مع اللونج تيرم بعد كده مشاكل في النيورولوجي، مشاكل اوكيولر، مشاكل في الهيرنج هنشوفها. لكن لو انتقل بيرينيتال ده بيعمل عرضين، يا اما هتبقى عباره عن لوكالايزد بمعنى ان هو هيديني فيزيكال في مكان معين زي حوالين العين الاي او موجود في الاورال، او بعد كده بيديني مشاكل كسي ان اس وبتكون لوكالايزد على السنترال نيرفس سيستم فقط. لكن المشكله الثانيه اللي بنخاف منها انتقاله بيرينيتال بيعمل ديسيمينيتد انفكشن. الديسيمينيتد دي انفكشن بالظبط نفس فكره السيبسس، انا بضرب اي اورجن، انا مش ما عنديش، انا مش سبيسيفيك لحاجه معينه، وده اللي بيخلينا نخاف بعد كده منه اكتر بعد كده كبرينيتال. طبعا هو فيرال فممكن تعمل كالتشرز من الاماكن دي، او في حاجه بنستخدمها فكره الفيزيكال دي تعمل لها نوع من السكرابنج وتبدا تشوف تديتكت الانتيجين نفسه، او استخدم حاجه بنسميها اللي هو زانك سمير. ده عباره عن ايه؟ باخد برضو من نفس الفيزيكال دي او تيشو اللي موجود معايا عينه واعمل سايتولوجيكال اكزامينيشن بحيث اشوف الخلايا، بلاقي فيها حاجه اسمها الجوينت سيلز كده، خليه كبيره كده زرقاء، طبعا هي نوت سبيسيفيك ولكن موجوده معايا. تمام، ايه هو بقى التريتمنت الاساسي بتاعنا؟ والله لو انت شخصت الام عندها هربيس سيمبلكس فيروس تايب 2، تمام، مثلا شفت في الاكزامينشن فشفت الفيزيكال دي فرحت خدت منها نوع من السكرابنج فلقيت الانتيجين فزي الفل، خلاص انا هولد سيزيريان سيكشن، انا مش محتاج ان انا ايه اولد نورمال فاجينال ديليفري. طب نفرض خلاص اللي يعني اتولد وبقى نيونيت، بنستخدم الاسايكلوفير، ونركز برضو هنا الاسايكلوفير بيستخدم مع الهربيس ولكن بنستخدم مع سايتوميجالو فيروس والجانسيكلوفير. فالفكره بس في الجزء بتاع التورش انفكشن ده احنا حاولنا نجمع الحاجات اللي سبيسيفيك اللي خاصه بكل باثوجين فيهم، وبعد كده ترتيب الحاجات ازاي الانفكشن بتنتقل للام، ازاي بتنتقل بعد كده تو ذا فيتوس، كلينيكال بيكتشرز اللي انا بعد كده بشوفها، ازاي اشخص باستخدام الانفستيجيشنز اللي موجوده معايا، ولو في لاين اوف ذا تريتمنت هستخدمه،
بجانب بعد كده هنقرا عادي في البي دي اف بقيه الحاجات اللي هي الجنرال، ما فيش فيها حاجه سبيسيفيك يعني قوي، اللي هي تمشي بالنسبه لي مع الكل. وان شاء الله يعني يكون كده لمينا الحاجات المهمه، سواء كانت خاصه بالنيونيتال سيبسيس او خاصه بالتورش باذن الله يعني انفكشنز، ولو في باذن الله يعني اي حاجه محتاجه توضيح برضو او كده تاني يعني، ممكن بقى اللي هو عادي يعني على التليجرام او كده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.